دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على نموذج للشركات المساهمة الوطنية الكويتية أسسها السيد محمد الجمال، ويضخ استثمارات المساهمين في قطاعات الصناعات الغذائية والتطوير الزراعي والإنتاج الحيواني. خليكم معنا. الوطنية الكويتية شركة مصرية مساهمة، حجم استثماراتها النهاردة يتجاوز 300 مليون جنيه، ضخها المساهمين في قطاعات متعددة أبرزها الصناعات الغذائية والتطوير الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الأسمنتي، يعني منتجات الأسمنت. وآخر مشروعاتهم اللي زرناها مركز لحوم إي جي بوتشر بالمعادي، أول معرض حديث للحوم المجهزة المبردة في مصر، وطبعاً بيطبقوا هناك أفضل اشتراطات سلامة الغذاء. مؤسس الشركة الوطنية الكويتية سنة 2016 هو المهندس محمد الجمال، اللي قرر الاستثمار في مصر بعد رحلة كفاح طويلة فعلاً في دولة الكويت. وكانت البداية بأحياء تربية خراف البرقي، زرنا مزرعته في العالمين لو حضراتكم تفتكروا، وحقق نجاح كبير جداً لدرجة إن قطعان الخراف البرقي اللي كان عددها في مصر ما يعديش 300,000 رأس، النهاردة تجاوز 1,100,000 رأس من الخراف البرقي في قلب مطروح، ده بخلاف انتشار المربين على مستوى الجمهورية. الشركة الوطنية الكويتية النهاردة كيان قوي فعلاً، وبيقدر يدرس المشروعات اللي بيشارك فيها أو يأسسها دراسة متأنية للتأكد من جدوى ضخ استثمارات جديدة فيها من خلال شركاته سايبو فودز للصناعات الغذائية، ودايموند للصناعات الأسمنتية، وإيجي بوتشر للحوم ومصنعاتها. المهندس محمد الجمال رئيس الشركة الوطنية الكويتية نظم احتفال قدم من خلاله الشكر لكل من ساهم في إنجاح مشروعات الشركة الوطنية الكويتية، وتكلم عن مستقبل الشركة ومشروعاتها الجديدة. وكان من أبرز الحضور الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمحاسب محمد عشماوي رئيس بنك ناصر الاجتماعي، وكرم الجميع. وكان في مقدمة المكرمين برنامج الجدعان وقناة القاهرة والناس. احتفال عظيم جدا، بنقول للناس شكرا، ناس شركتنا وسندتنا على مدى 6 سنوات كاملة. النهاردة الشركة الوطنية الكويتية واحدة من أهم الشركات اللي بتشتغل في المجال الزراعي وفي مجال الإنتاج الحيواني. خليني أرجع مع حضرتك للبداية، كيف بدأ محمد الجمال فكرة الشركة الوطنية الكويتية؟ البداية كانت في سنة 2001 بعد تخرجي من كلية الزراعة جامعة اسكندرية. سافرت زراعة قديم يعني؟ سافرت لدولة الكويت الشقيقة طبعا، باعتبار الكويت هي وطني الثاني، عشت فيها أكتر من 25 سنة. وقررت في 2010 قررت أن أنا أنزل مصر أستثمر في مصر، يعني ما بين الكويت وما بين مصر يعني. بالفعل إن شاء الله بدأت التصدير، عملنا شركة لتصدير الخضار والفاكهة اسمها جرين فالي، وخدنا مكتب في قرية البضايع في المطار، وصدرنا كل الخضار الفريش اللي بيجي من مصر، صدرنا لدولة الكويت. يعني احتياجات دولة الكويت بدأت توفرها من مصر من هنا، وخاصة البصل بتاعنا المنتشر في بحري اللي هو البصل الأحمر، يعني العالمي ده، العالم كله بيجري وراه. كله بيجري، هو مقبول شوية في الخليج شوية. صدرنا منه كميات كبيرة جدا، كنا بنصدر لكلنا حوالي 3000 طن في السنة. ومن هنا بدأت الانطلاقة يعني، وبدأنا ان احنا ناخد أسواق في الكويت في المناطق اللي هي لبيع الخضار والفاكهة هناك، وانتشرنا في الشركة، انتشرت ساعتها في الكويت اللي بقت من الشركات الكبيرة لتصدير الخضار والفاكهة لدولة الكويت. يعني معرفتي بحضرتك كانت من خلال الخراف البرقي. صحيح، كنت من أكبر المربين، كان عندك رؤية، كنت عايز كل القبائل في محافظة مطروح تشارك في هذه المنظومة. النهاردة وصلت ليه؟ طبعا احنا بدأنا في الموضوع الخراف البرقي ده في 2016، كانت البداية ان احنا كنا معزومين عند حد صديق لينا في محافظة مطروح، وبصراحة أنا كنت أسمع الخروف من زمان، الخروف ده طيب جدا و...
مخروف يتميز اللي هو نسبة الدهون لا تتجاوز 10%. ففكرنا على طول ان احنا سألته الخروف ده المنشأ بتاعه، قال له ده مطروح. يعني هو الخروف المنشأ بتاعه في محافظة بركة ليبيا الشقيقة، خدوه أهالينا. انت عارف الحدود ما بين مطروح وليبيا حدود واحد يعتبر، خدوه أهالينا في مطروح وبدأوا يعملوا سلالة. بدأنا ان احنا نعمل دراسة وبدأنا ان احنا نشوف ايه تطوير السلالة. خدنا بعض المراكز البحثية وعرفنا ان الخروف من السلالات الكويسة جدا اللي فعلا يحصل فيها عملية تطوير. عملنا حاجة جديدة جدا في محافظة مطروح. لما عدنا مع المربيين لقينا مشكلتهم العلف، يعني تعرف سعر العلف مرتبط بسعر اللحمة، لو العلف غالي يبقى اكيد اللحمة هتكون زيادة شوية. بدأنا نشوف نفكر برا الصندوق ونشوف ايه اللي يعوض العلف او ايه التركيبة اللي احنا ممكن نعملها تخلي سعر اللحمة يقل شوية. طبعا احنا بنستعان من بعض المجازر الحكومية اللي موجودة في المحافظة، بندبح فيها وبنصدر لدول الخليج. صدرنا دولة الكويت الشقيقة والامارات والسعودية، والخروف اثبت وجوده هناك، اثبت طعمه جدا جدا. يعني حتى كمان من ضمن الحاجات الدعاية اللي احنا كنا عاملينها، حد من اصدقائي مختص في دعاية في الكويت، فقلت له خد دوق اللحمة وقول لي رأيك. فعمل لي سلوجان، ان سلوجان الدعاية اللي احنا انتشرنا بيها شحمه احلى من لحمه، يعني شحم اللي هو الدهون بتاعته احلى من اللحمة بتاعته. فكان عليه اقبال. هو اصلا ما فيهوش دهن، البرق ده عبارة عن كتة لحمة. الدهن بتاعه جيلاتيني شوية زي الحاجات اللي هي المختصة اللي بياكلوها بعض الاخوات. تخيلت بعد كده ان المهندس محمد الجمال هيتوسع في البرقي وهيفتح فروع لبيع لحوم البرقي ومصنع كبير لتصدير لحوم البرقي، ولكن اتجهت تماما الى افتتاح منظومه كبيره جدا اللي هي ايجي بوتشر. صحيح، معارض لحوم كبيره جدا بتعرض البرقي، ولكن جنب البرقي في لحوم دواجن، في نعام، في لحوم بلديه وجميع مصنعات اللحوم. الفكر ده نشأ امتى؟ فكرتوا فيه ازاي؟ ما فكرنا عايزين نعمل حاجه جديده تليق باخواتنا والشعب المصري اللي يستاهل كل خير. عملنا سلسله ايجي بوتشر، وهي الحفاظ على اللحمه في البدايه. طبعا سلسله ايجي بوتشر سلسله احنا عاملينها خارج الصندوق خالص، حبينا نحط فيها الامان ونحط فيها اللحمه الهيلثي اللي تفيد المواطن. هي مش مجرد قطعه لحمه بس وبتتباع انت بتاخدها، لا، كل قطعه ليها ميزه. الحاجه الجديده احنا كل واحد فينا ولاده يعني طلباتهم مجابة زي ما بيقولوا. احنا عوضنا الموضوع ده ان هو تقدر تعمل فاست فود لولادك بدون ما تذهب للحاجات اللي هي الفاست فود، بس فريش بقى طبعا. يعني عملنا برجر فريش بالفستق وبالبندق وبعين الجمل، صحيا يناسب الاولاد جدا. اللحمه بتتعمل قدامك، بتقطع القطعيه اللي حضرتك عايزها، الشيف بيفرمها قدام حضرتك، بيحط الباربيكيو اللي انت عايزه ويديك بوكس كامل في الأسبرج وفي التوميتو وفي الخس وكامل بالكاتشب كل حاجة. خلي بال حضراتكم، معارض إيجي بوتشر للحوم خمس نجوم بجد. حضرتك لما بتزوره بتلاقي كل قطعياتك جاهزة وحسب طلبك من أجود اللحوم البلدية، ولو محتاج تتبلها بيظهر فورا شيف مدرب ومؤهل وفاهم يعني إيه هايجين لحوم وضوابط سلامة غذاء، لأنه خريج أكاديمية إيجي بوتشر، ومن وراء حائط زجاجي بيتعرف على طلباتك وبيخيرك بين 45 تتبيلة مخصوصة للحوم. بعدها الشيف يتبلها ويحقن التتبيلة في قلبها وتستلمها يدوبك تتحط في الفرن وبالهنا والشفة. ده الفكر اللي هينتشر على مستوى الجمهورية ودول الخليج. هل عندك خطة للتوسع في إيجي بوتشر ولا هو فرع وخلاص موضوع بالنسبة لنا؟ لا طبعا، احنا عاملين احنا مفترض من 2022 لنهاية 22 بداية 23 يكون عاملين ست فروع. وطبعا فرع المعادي دوت احنا لأول مرة في مصر، وفرع كبير طبعا. لأول مرة في مصر عملنا أكاديمية الجزارة، تعليم فن الجزارة. الجزارة مهنة مهمة جدا لا تقل أهمية عن الدكتور على فكرة طبعا، ولا تقل أهمية عن الحلاق اللي حضرتك بتروح تديله شعرك عشان يحلق لك ويطلعك كويس. ده بيأكلنا يعني. طبعا الجزار هو اللي بيوكلك، فلازم يكون جزار عنده علم بالقطعية اللي حضرتك عايزها،
مش مجرد ان هو جزار بيذبح والشكل المحتاج اللي احنا واخدين عليه. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور ابراهيم ياقوت العرش، الرئيس التنفيذي لشركه سايبو فودز، وهيكلمنا عن اسباب اتجاه الشركه الوطنيه الكويتيه للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائيه وفكره اكاديميه ايجي بوتشر للحوم. دكتور ابراهيم ياقوت العرش، حضرتك رئيس شركه سايبو فودز للصناعات الغذائيه، هي الزراع الخاص بالصناعات الغذائيه في الشركه الوطنيه الكويتيه. ليه اتجهنا للصناعات الغذائيه؟ هو حضرتك احنا لما اخذنا القرار بانشاء شركه سايبو فودز، ده نتيجه انه في بوتنشال او في دفعه قويه موجوده بالنسبه للصادرات المصريه، تمثل بحوالي 4 مليار و100 مليون في السنه. ده معناه ان اوريدي دولار طبعا صناعه غذائيه طبعا، وكان ده معناه ان اوريدي ان السوق الخارجي متعطش للمنتجات الغذائيه المصريه وتحظى على ثقه قويه جدا. فكان لازم من دورنا احنا كمستثمرين ان احنا نشتغل على النقطه ديت الى جانب سد الاحتياج الفجوه الغذائيه الموجوده في السوق المحلي ايضا. فانشانا شركه سايبو، وشركه سايبو هي شركه متخصصه في مجال الاغذيه بشكل عام، منقسمه الى قطاعين، القطاع الانتاجي والقطاع التجاري. القطاع الانتاجي هي عباره عن مجموعه المزارع. البدايه طبعا ايجي بوتشر، صح؟ ايجي بوتشر هي احد العلامات التجاريه الموجوده الخاصه بشركه سايبو. هي ايجي بوتشر ثقافه جديده تماما في مجال اللحوم في مصر، سواء الحمراء او البيضاء على فكره. بالظبط، كمعرض لحوم احنا معنيين باللحوم الابقار وبلحوم الاغنام والدواجن والبط والرومي. البط والرومي كل ده كان موجود، الدواجن بشكل عام طبعا. لكن الفكره او سايبو بتعتمد في نشاطها الاستثماري ليس على فكره صرف البضاعه فقط، لكن هي الهدف الاساسي عندها هي صرف البضاعه، لكن مع رفع ثقافه المستهلك وبفكر جديد في السوق المصري. عشان كده احنا طلعنا البراند جديد اسمه ايجي بوتشر. ايجي بوتشر هو فكر جديد جدا في السوق المصري، ان السيرفيس فيها مختلف، الكواليتي فيها تقدر تقول ان طعم اللحم المصري القديم بنحاول نرجعه تاني للسوق المحلي، لان احنا افتقدناه. يمكن الجيل بتاعنا يمكن شاف جزء منها لكن ما استمرتش، فحبينا ان احنا نرجع للطعم الاصلي المصري في اللي بتدوب دي. بالظبط كده، عشان كده احنا اخذنا التشين من اولها لاخرها، السلسله، عشان نقدر نطلع ببرودكت او بمنتج قوي وبكواليتي عاليه جدا وتكون فعلا صحي وامن على المستهلك. فاحنا كنا لازم ناخد السلسله من اولها خالص، فاحنا موضوع التربيه واخدينه من اوله خالص، حتى المستهلك النهائي بالتشين دي كامله احنا ماسكينها. طبعا احنا عندنا المزارع بتاعتنا بتحظى برعايه بيطريه قويه جدا، نظام غذائي دقيق جدا مدروس، عندنا ستاف كبير جدا من دكاتره البيطريين ودكاتره من كليه الزراعه مسؤولين عن النيوتريشن عندنا، فبالتالي نقدر نتحكم في تيست وكواليتي خاصه باللحوم بتاعتنا بشكل مرضي وبكوست مرضي نقدر نساهم بيه في السوق المصري سواء كان جوده او سعر. خطتنا ايه للتوسع من خلال ايجي بوتشر؟ ايجي بوتشر لها خطه انتشار مدروسه، ان هي في فتره زمنيه وجيزه هتكون منتشره في انحاء القاهره والجيزه من خلال 6 فروع، ثم بعد كده بتطلع على الاقاليم، اسكندريه الغربيه، في طنطا، المنصوره، دمياط الجديده، بني سويف. هنبتدي ننتشر في الاقاليم برضو في فتره وجيزه، لان في تارجت بعد كده احنا بنستهدفينه من خلال القطاع التجاري، ان يبقى نشاطنا ما تبقاش في ايجي بوتشر على اللوكال ماركت فقط او السوق المحلي فقط، ولكن احنا مستهدفين السوق الدولي. وفي فتره زمنيه وجيزه جدا هتشوفوا ايجي بوتشر مخترقه الخليج من خلال دوله الكويت بالسلميه. لحوم ولا فروع؟ لا يا فندم، فروع. فروع العلامه التجاريه هي الاهم. العلامة التجارية هي اللي هتنتشر في تلك المناطق، لكن من خلال لحومنا احنا فقط. احنا الهدف بتاعنا هو رفع
العلامة التجارية المصرية القوية اللي هي إيجي بوتشر من خلال الانتشار داخل السوق المحلي والسوق العربي، ونأمل من الله أنها تكون في السوق الأوروبي إن شاء الله. دكتور إبراهيم، وإحنا في افتتاح إيجي بوتشر في المعادي اللي هي الفروع الخاصة بعرض اللحوم، كان في أكاديمية تم تأسيسها، أكاديمية لتدريب الشباب على عمل الجزارة. كانت شيء رائع جدا، نحن نخرج أكاديمي فاهم، هو الواد بيبيع، هو الواد بيقطع، فاهم يعني لحمة، فاهم يعني قطيات. وصلنا لإيه؟ كم شاب النهاردة نقدر نفرخ للسوق شباب قد إيه؟ هو حضرتك في البداية خالص الفكرة جت من الهدف اللي بيقوم بيه مجموعة سايبو، إن إحنا زي ما قلت لحضرتك إن مش الهدف هو بيع بضاعة فقط، ولكن رفع ثقافة المجتمع للبضاعة اللي بتستخدمها. فعشان كده احنا انشأنا اكاديمية، ودي الاول مرة في جمهورية مصر العربية، اكاديمية متخصصة في تعليم فن الجزارة وكيفية التعامل مع اللحوم. المعني بيها كافة الجزارين الموجودين في جمهورية مصر العربية وخارجها، وفي نفس الوقت لكل من هو اراد ان هو يتعلم فن الجزارة بيقدم برضو في الاكاديمية. التعليم داخل الاكاديمية هو تعليم فني خاص بكيفية الذبح، التشفية إلى آخره، لكن برضو تشمل الجزء الخاص بالاتيتيود أو بالسلوك الجزار، كيفية التعامل مع العميل، كيفية الشراء، كيفية البيع. كل العناصر دي كلها بتبقى موجودة داخل الأكاديمية بنعلم بيها الأفراد المتدربين. خطوات الشركة الوطنية الكويتية ثابتة في عالم الاستثمار المدروس، وخصوصا في التطوير الزراعي والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية. بالتوفيق، فعلا محتاجين كل استثمار جاد.